السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنقول لولادنا اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله المقدم. اسم الله المقدم هو الذي يقدم الاشياء ويضعها في مواضعها وفق مشيئته وحكمته، ويقدم بعض خلقه على بعض وفق علمه وفضله سبحانه. تمام؟ قال تعالى: ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. سورة القيامة الآية 13. ينبئ، بسم الله الرحمن الرحيم، ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. سورة القيامة الآية 13. طيب، الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري. تمام؟ طيب، دلوقتي هنقول قصة توضح أكتر اسم الله المقدم. القصة اسمها: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. يروى أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أبا بكر رضي الله عنه بعد صلاة الفجر، فكان يرى إذا صلى الفجر يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة، مكان كده في المدينة. تمام؟ كل يوم، فيتساءل ما له يخرج كل يوم إلى ضاحية. هو ليه بيروح كل يوم بعد صلاة الفجر لضاحية من ضواحي المدينة؟ ثم تبعه مرة من المرات فرآه يدخل خيمة منزوية، فسيدنا عمر رضي الله عنه استغرب، هو ليه كل يوم بعد صلاة الفجر بيروح لضاحية من ضواحي المدينة؟ ففي يوم اتبعه، مشي وراه، فلقاه بيدخل خيمة منزوية. تمام؟ فلما خرج أبو بكر دخل بعده عمر، فإذا في الخيمة عجوزة قعيدة عمياء. في الخيمة دي قاعد واحدة ست عجوزة قعيدة ما بتقدرش تتحرك وكفيفة. تمام؟ معها طفلتان. فقال لها عمر: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا عجوز كثيرة عمياء ومعي بنات ولا عائل لنا إلا الله عز وجل. قال عمر: ومن هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ قالت: هذا شيخ لا أعرفه، يأتي كل يوم فيكنس بيتنا. تمام؟ فيكنس بيتنا ويضع لنا فطورنا ويحلب لنا الشاه. فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. تمام؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان كل يوم بعد صلاة الفجر يخرج يروح لخيمة في ضاحية من ضواحي المدينة. فسيدنا عمر بن الخطاب استغرب، ففي يوم مشي وراه فراح لقى بعد ما سيدنا أبو بكر خرج دخل هو الخيمة. سيدنا عمر بن الخطاب دخل الخيمة، لقى سيدة عجوزة كفيفة قاعدة قاعدة ما بتقدرش تتحرك ولا تعمل أي حاجة، ولقى عندها طفلين. تمام؟ فراح قال لها: هو انت مين يا ست؟ راحت قالت له: انا سيدة عجوزة قعيدة عمياء ما بقدرش اعمل حاجة. قال لها: ومين الشيخ ده؟ قالت له: لا اعرفه، يأتي كل يوم يكنس لي البيت ويحلب لي الشاه ويضع لنا الفطور ثم يمشي. تمام؟ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتعبت الخلفاء من بعدك يا ابا بكر. تمام؟ نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد واسم جديد من أسماء الله الحسنى. النهاردة كان معنا اسم الله المقدم. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.